بيولانس لاب مختبر مغربي لتصنيع العدسات اللاصقة الطبية، منتوج 100% مغربي. وكذلك يعني كنزود السوق المغربي بالعدسات اللاصقة الطبية، وحتى السوق الدولي بدينا يعني بدات عندنا تجربة في فليكسبور، في مثلا في العراق، في نيجيريا، في فرنسا. الحمد لله المنتوج المغربي يعني واللي عنده اسم على الظاهر العالمي، وحنا كمختبر مغربي فخورين ان تمكننا باش يعني نصنعوا منتوج بالمواصفات ديال لا كاليتي المطلوبه على الصعيد العالمي. وخدينا بعد لي سيرتيفيكا دو كاليتي في لو ديسبوزيتيف ميديكال بحال ايزو 13485 بالنسبه للديسبوزيتيف ميديكال، ايزو 9001، وحاليا مؤخرا زعما حصلنا حتى على لو سيرتيفيكا ديال اف دي اي اللي هو اون ريكونيسونس انترناسيونال من امريكا، باش المنتوج المغربي يمكن له يعني توزع في جميع الاسواق الدوليه. بالنسبه للعدسات اللي كنصنعوا فيهم مجموعه ديال الانواع، يعني العدسات اللي كلشي كيعرفها اللي هي عدسات صحيح النظر، وكذلك عدسات سور ميزور سبيسيال دي لونتي دو سبيسياليتي كيتسموا، اللي كيصلحوا لبعض الاشخاص ديال المرضى اللي ما يمكنش يصحوا النظر ديالهم بالعمليه اولا بالنظارات الطبيه. يعني الحل الوحيد اللي عندهم باش انهم يسترجعوا النظر ديالهم بطريقه صحيحه هما هذوك العدسات اللي غادي يمكنونا اننا نعطيهم واحد الصحه بصريه في لا سيرفاس اوكولير. وكنختصوا بزاف واحد المرض اللي ولا معروف جدا عند خصوصا عند لي جون اللي هو القرنيه المخروطيه الكيراتوكون، يعني ولا واحد المرض اللي كنسمعوا به منتشر عندنا في المغرب، وحنا كنزودوا هاد المرضى بهذا النوع ديال العدسات باش يمكن لهم يعني يسترجعوا واحد النظر، واحد يعني حتى لاكاليتي دو في ديالهم باش يرجعوا اوتونوم.